وعايز اعمل منها سب كلاسز كتير وفي الاخر اخدها في نفس البيرنت كلاس، او زي ما بعض الناس بتقول يعني ان هما بيخلوا السب كلاسز هما اللي بيسايدوا انهي كلاس اللي هيتعمل له انستانشيشن يعني. في الفاكتوري ميثود بيخلي الانستانشيشن عند السب كلاسز نفسه، وهاويفر بناخده كله في حاجه زي البيرنت كلاس مثلا، سوري اللي هو هنا كده هيبقى البرودكت. طيب تمام، فخلينا نخش على الكود. طيب خلينا اول قبل ما نخش على الكود نرجع على الدايجرام. الفاكتوري ميثود عموما بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عندي كرييتور، دي الحاجه اللي هي بتبقى الفاكتوري بالنسبه لي تقريبا، بس دي بتعرف بس جاست انترفيس. بعد كده بيبقى تحتها الاكتوال او الكونكريت كرييتور. الكونكريت كرييتور ده بقى بيبتدي يعرف لي البرودكت بتاعتي. البرودكت كلها بتبقى سب كلاس من بيرنت كلاس مثلا اسمه برودكت او هكذا يعني. طيب تمام اوكي، فخلونا نخش على المين نشوف بس اللي موجود في المين ايه، وخلونا كالعاده كنا ننزل بين كومنت الكلام ده كله. ننزل بيه تحت اوكي. ده الفاكتوري بروجرام بتاعنا. البروجرام عباره عن ايه؟ دي بنادي دي المين فانكشن بتاعتي، ما فيش اي حاجه ستاتيك طبعا. بعمل instantiation لليست اوف كرييتورز، وبحط فيها حاجتين. اول حاجه بخليها اللي هي كونكريت كرييتور A وكونكريت كرييتور B، which means ان انا هيبقى عندي two types of products، product A وproduct B والاثنين concrete. بعد كده simply بفور لوب عليهم وبخلي كل product يطبع التايب بتاعه، يقول created مثلا product كذا وخلاص على كده. وفي الاخر بستنى الانبوت بتاع اليوزر عشان الكونسول ما يقفلش كالعاده. طيب تمام اوكي. فالحاجه اللي احنا محتاجين نعملها دلوقتي بقى ان احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين يعني لو رجعنا على الدايجرام، احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ احنا محتاجين نعمل البرودكت الاول والكونكريت برودكت والكرييتورز بتاعنا. بس كده. طيب تمام، فنرجع بعد الكود. فعايزين نعمل ايه؟ نعمل abstract product كالعادة product اوكي abstract class product، وده simply بيبقى interface ما فيش اي حاجة. بعد كده بنزل هعمل بقى منه product A و product B، ودول المفروض ان هم هيبقوا بي instantiate ال class اللي اسمه product او بي inherito. سوري مش بي instantiate، بي inherito instantiation لفظ غلط هنا، فهتبقى concrete product اوكي، ودي هتبقى of type product. دي مكتوبه غلط. لا فدي تبقى بتنهرت product بس كده، وهتبقى فاضيه ما فيهاش اي حاجه، انا مش عايز منها اي حاجه دلوقتي. وهعمل another class B، هو زي class A بالظبط، اخد نفس الكلام ده بالظبط، وبدل ايه اخليها B بس كده. فانا كده بالنسبه لي في الرسمه دلوقتي انا عملت ايه؟ عملت البرودكت ده وعملت اثنين concrete products لي. فالحاجه اللي انا محتاج اعملها دلوقتي الكرييتورز وهكذا. فاول حاجه ان انا هعمل abstract class creator او ده الانترفيس يعني من الاخر. فهقول abstract creator. الكرييتور ده هيبقى فيه assembly and abstract method اللي هي بتبقى الفاكتوري ميثود، ودي اكيد بتبقى public وبترجع لي حاجه اوف تايب برودكت، مش هترجع لي حاجه اوف تايب برودكت ايه ولا دي، هي بترجع حاجه اوف تايب برودكت فاكتوري بس كده. فده كده الكلاس الكرييتور اللي هو في الرسمه هنا كده. فالحاجه اللي انا محتاج اعملها بقى بعد كده اعمل ايه؟ اعمل كونكريت كرييتور A و B للاثنين كرييتورز بتوعي. فهرجع هنا وهعمل كلاس كونكريت كرييتور A، وده هي انهرت الكلاس اللي اسمه كرييتور.
الحاجه اللي انا محتاج اعملها فيه ان انا اعدل في الفانكشن دي بحيث ان هي ترجع لي حاجه اوف تايب برودكت ايه. هاويفر تايب هي هتعمل لي حاجه اوف تايب برودكت ايه، بس هترجع لي التايب بتاعها في الاخر التايب برودكت، زي ما كنا بنقول الاكزامبل اللي هي تعمل لي مثلا تايجر او لاين، في الاخر هترجع لي حاجه اوف تايب انيمال بس في الاخر. فانا محتاج اوفر رايد الفانكشن دي. رايد علي فوق فاكتوري ميثود بس كده اللي انا محتاج اعمله هنا كده، ان انا اعمل كلاس جديد اوف تايب كونكريت برودكت، لان ده وان بيعمل كونكريت برودكت ايه، فانا محتاج اعمله كونكريت برودكت ايه بس كده. بس في الاخر هيرجع لي اوف تايب ايه، اوف تايب برودكت. هاخد نفس الكلام ده بالظبط واكرره للكلاس بي، كل اللي انا عملته ان هو خليته يرجع لي حاجه اوف تايب بي. حد مش فاهم الكلام ده يا جماعه؟ حد مش فاهم الحته اللي احنا قلناها او شويه الكود اللي احنا كتبناهم دلوقتي؟ هم بساط يعني، دول ابسط شويه كود كتبناهم في الديزاين من ساعه ما ابتدينا اللابس. في حد مش فاهمهم؟ اوكي طيب، خلينا بس نرجع للمين تاني نشوف احنا كنا بنعمل ايه. احنا عملنا ليست اوف كريترز وعملنا فيها اثنين ايتمز، واحد اوف تايب ايه وواحد اوف تايب بي، وخدناهم في الاخر التايب بتاعهم كان كريتور، وفي الاخر بايتريت عليهم وبقول كل واحد برنتد حاجه اوف انهي تايب. ف if I started حاجه زي ده فهو طبع لي ايه؟ created concrete product A و concrete product B، دول الحاجتين اللي احنا كنا طابعينهم. however واحنا بنلوب او احنا بنعمل كنا كل حاجه كنا شغالين على الابستراكت كلاس اللي هو اصلا برودكت. ودي عموما لازمه الفاكتوري ميثود، والفاكتوري ميثود باي ذا واي من اكتر الميثودز اللي بتستعمل في الديزاين باترنز عندنا. ففي حد مش فاهم الكلام ده؟ في حد مش فاهم الكلام ده او الاوتبوت او اي حاجه من الحاجات دي كانت بتحصل ازاي او ايه او كده يعني؟ اوكي اتمنى ان الصمت بتاعكم ده يكون ان انتم فاهمين يعني. هو انا عندي طبعا سؤال بس صغير. هو دلوقتي باذنك يا باشمهندس، هو دلوقتي الفرق بين الابستراكت فاكتوري والفاكتوري، يعني لو مثلا هعمل دي ابستراكت فاكتوري هغير ايه؟ بص لو انت هتعمل دي ابستراكت فاكتوري، هي يعني قبل بس يعني انا بس محتاج اوضح حاجه قبل ما تفكر تغير ايه. انت محتاج تبص على اليوز كيس اصلا بتاعت الابستراكت فاكتوري هتفيدك هنا ولا لا. انت فاهم قصدي؟ الابستراكت فاكتوري مش هيفيدك هنا قوي. احنا هنا ما بنعملش اي نوع من انواع البرودكتس، الحاجات اللي في بينها ريليشن شيب او كده يعني، فده ما بيحصلش هنا. هاويفر يعني انت خد بالك ان عموما اليوز كيس بتاعت الابستراكت فاكتوري ان هو كان بيعرف شويه حاجات ما بينهم فاميليز، سوري شويه اوبجكتس تعتبر اللي هي فاميلي في بينها ريليشن ديبندنت على بعض من غير ما تقول التايب بتاعت الحاجات دي. الفاكتوري لا، هو مش بيعرف ريليشن شيب او فاميليز من الاوبجكتس زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت. الفاكتوري نو، هو كل اللي بيعمله ان هو بس بيديك انترفيس، الانترفيس ده بيتعرف منه كذا اوبجكت من نفس البيرنت كلاس، وفي الاخر تاخدهم على نفس الابستراكت كلاس بتاعك. طيب هجاوب على سؤالك. لو كنا عايزين نعمل حاجه زي دي ابستراكت فاكتوري كنا هنعمل ايه؟ اولا ساعتها ما كانش هيبقى عندنا برودكت بس، كان هيبقى عندنا مثلا اثنين برودكت. انت فاهم قصدي؟ حاجه اسمها برودكت وحاجه اسمها اوتبوت مثلا، وكان هيبقى كل واحد فيهم ليه الابستراكت كلاس بتاعه، والابستراكت كلاس دوت بيتعرف من فاكتوري. كل فاكتوري بيعرف الحاجات، يعني هتلاقي مثلا فاكتوري بيعمل برودكت وفاكتوري بيعمل الحاجه اللي اسمها اوتبوت. وعندهم التو تايبس دول. والاثنين فاكتوريز بيبقى فيه وان فاكتوري ان جنرال اللي كنا بنتعامل معاه لو تفتكر. كان بيبقى فيه وان فاكتوري ابستراكت الاثنين بي انهريتو، هتلاقي الكونكريت فاكتوريز بتوعك بي انهريتو، وفي الاخر البرودكتس اللي هو اول فاميلي مثلا هيبقى اسمها برودكت، وثاني فاميلي هيبقى اسمها اوتبوت مثلا. ف this is the difference between the two. ربطت معاك شويه ولا السر مش واضحه قوي؟ تمام وصل. تمام جميل اوكي. في حد عايز يسال في حاجه ثانيه يا جماعه؟ اوكي
طيب اخر حاجه احنا محتاجين نخش عليها دلوقتي هي ال هو ماشي اوكي البروتوتايب باترن. البروتوتايب باترن دون عموما اليو ام ال كلاس دايجرام بتاعه جاست فور يور نوليدج. يعني لو بتدوروا على النت في ناس ساعات بتعمل قبل كلمه البروتوتايب دي بتعمل حاجه زي فاكتوري يعني، بس الكلام دون مش دايما بيكون جنرالايزد، فخلينا في الحته اللي ما بيبقاش فيها الفاكتوري. هو عموما يعني الامبلمنتيشن اللي انتوا لو دورت على النت ولقيتوه هتلاقوا الفاكتوري دون بيبقى موجود، وهتلاقوا الكلاينت بيتعامل دايركتلي مع الفاكتوري مش مع البروتوتايب، بس زي ما قلت لكم مش ده الجنرال كيس عموما يعني. تمام اوكي. فاحنا دلوقتي محتاجين نتكلم على البروتوتايب فاكتوري. البروتوتايب من الاخر بيعمل ايه؟ بيخلينا من الاخر نكوبي شويه اوبجكتس او نعمل منهم شويه انستنسز من غير ما نبقى عارفين التايب بتاعهم ايه. حاجه مثلا زي ان انا مثلا يبقى عندي تايجر وتايب انيمال واقوم قايل له روح اعمل لي تايجر كمان، او روح اعمل لي تايجر ثالث، او روح اعمل لي تايجر رابع. اهم حاجه في الكلام ده ان هو يروح يعمل له كوبي وهيحطه في مكان تاني في الميموري. فالكوبي هنا مش باي ريفرنس، مش من الاخر هيجيب بوينتر عليه او حاجه كده، لا ده مش هيحصل. هو بيروح كوبي بيعمل له كوبي وبياخده اوبجكت كامل انستانشيتد من اول وجديد في مكان تاني في الميموري. ان فورمالي بقى عشان تميزوا ما بينهم، لان غالبا البروتوتايب كده مش هيبقى واضح عندكم قوي. ان فورمالي البروتوتايب ديزاين باترنز بيستعمل في ايه؟ موست الكيسز اللي بيستعمل فيها البروتوتايب ديزاين باترنز ان بيكون السيتويشن اللي انا اعمل فيه اوبجكت جديد دي حاجه كوستلي شويه. يعني ايه اوبجكت دي كوستلي شويه؟ ما البروتوتايب باترن بيعمل لي اوبجكت جديد. هاويفر البروتوتايب لما بيعمل لك اوبجكت جديد بيروح على الميموري يكوبي الاوبجكت وخلاص. امتى ايه المقصود بالكوست هنا؟ ان انت بعد ما تعمل كوبي تروح تبقى عندك مثلا 50 ولا 60 سيت ميثود، سيت النيم وسيت مش عارف ايه وسيت 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 وسيت، فالكالكوليشن دي ممكن تكون كوستلي. فاحسن لك ايه؟ روح خد كوبي من الميموري وريح نفسك. فذيس از انفورمالي البروتوتايب باترن بيعمل ايه يعني. بس الفورمال ديفينيشن بتاعه ان احنا زي ما قلنا هو بيكرييت اوبجكتس وذاوت نوينج ذير كلاس اور هاو تو كرييت ذم، يعني هي مش فارقه كتير. طيب تمام. فخلونا بقى ده الكلاس دايجرام بتاعه عموما. الكلاينت من الاخر بيتعامل مع البروتوتايب. البروتوتايب داون غالبا بيبقى فيه حاجه بيت كلون وبيبقى فيه تحت بقى الكونكريت بروتوتايب 1 والكونكريت بروتوتايب 2 وبروتوتايب 3 وهكذا لحد الاخر. طيب خلونا نخش على الكود. انا هنا في حته البروتوتايب باترن احنا هنشتغل جافا، ودي الحاجه الوحيده اللي نازله عندكم في اللاب جافا. احنا هنشتغلها جافا بس الباقي كله كان سي شارب. اوكي خلونا نقفل الترمينال دي. اوكي تمام جميل. شايفين الخط ولا خط صغير؟ هو صغير شويه ممكن نزوم. تمام جميل. شايفين كده كويس بالنسبه لكم؟ مش كده كويس. تمام جميل. احنا هنخش على المين فانكشن كالعاده، او المين حاجه المين بتاعتي كالعاده يعني. هقول لكم احنا عايزين نعمل ايه، بعد كده هنخش على الكودز دي نعملها واحده واحده. اول حاجه اللي هو ده البابليك كلاس بتاعي، ودي البابليك ستاتيك مين ما فيهاش اي حاجه. كل اللي انا بعمله بس ان احنا بنعمل كاش، والكاش ده بيبقى ستاتيك. خلينا نخش على الكاش، هخش على الكاش كمان دقيقه بالظبط واقول لكم بيعمل ايه. بس ده كلاس ستاتيك من الاخر بعمل ايه؟ كل اللي هعمله هاخد ال فانكشن، بيبقى فيه فانكشن اسمها جيت شيب، دي بيبقى فيها اي ديز 1 2 3 1 ده هتلاقوا الاي دي مثلا بتاع الريكتانجل، 2 بتاع السكوير، 3 بتاع السيركلز. هو اللي بيعمله ايه؟ بيعمل له كوبي وبيرجعه، بيرجع لي حاجه كلوند منه. كلوند منه في ديفرنت لوكيشن في الميموري زي ما قلنا، مش كلوند اللي هو مثلا مديني انذر انذر هاندلر ليه او انذر بوينتر ليه او حاجه شبه كده يعني. فمن الاخر بعمل ايه؟ بعمل كلون سيف لاول حاجه او للحاجه ده الاي دي بتاعها 1، بعد كده ببرنته. بعمل كلونينج للحاجه اللي الاي دي بتاعها 2، بعد كده ببرنت. وبعمل كلونينج للحاجه اللي الاي دي بتاعها 3، بعد كده ببرنت. طيب تعالوا نخش بقى على الشيب كاش داون. اول حاجه الشيب كاش داون شغال بهاش تيبلز من الاخر. الشيب مابس بتاعته الفاريبل ده الفاريبل الستاتيك بتاعنا اللي احنا نحط فيه الحاجه او دي الاري بتاعنا. باي ذا واي الكلاس ده كله معظم الحاجات اللي فيه ستاتيك،
فعشان كده احنا شغالين عليه بان احنا بننادي الفانكشنز مثلا بتاعت لود كاش مره واحده وهكذا يعني. طيب اوكي خلينا الاول دي الفاريبل اللي احنا المفروض نحط فيه الحاجه. خلونا نعرف او نشوف الفانكشن بتاعت لود كاش دي بتعمل ايه. لود كاش دي من الاخر بتعمل سيركل وبتدي لها اي دي واحد وبتحطها في الشيب ماب بتاعتها. بعد كده بتعمل سكوير تدي له اي دي 2 وتحطه في الشيب ماب. تعمل ريكتانجل تدي له اي دي 3 وتحطه في الشيب ماب. ما فيهاش اي حاجه. بعد كده الفانكشن جيت شيب بقى بتعمل ايه؟ جيت شيب دي بتعمل كلونينج للاوبجكت. فبتقول للشيب ماب او الحاجه اللي عندي هنا كده بيجيت الشيب اي دي وده بيبقى الكاش دي شيب. بعد كده بيعمل له كلونينج وبالتالي يرجع لي انستنس منه من غير ما انا مثلا اكون عارف الحاجه اللي في الكاش دي شيب دي التايب بتاعها ايه، او من غير ما انا اضطر كل مره ادي للسيركل دي اي دي واديها نيم واديها مش عارف ايه وهكذا. فانا هرجع للمين تاني بس عشان بعد ما شفنا الكلاس اللي هو الشيب كاش دون الشيب كاش دون بيعمل ايه. المين تاني زي ما قلنا هي اول حاجه ان احنا بنلود الكاش وتشيمينز ان احنا هنا كده بنخش نعمل التايبس دي كلها. بعد كده بنكلون او بنجيت شيب اول واحد بنجيت شيب ثاني واحد بنجيت شيب ثالث واحد بعد كده برنس تايب. جيت شيب دي هي اللي كان فيها الفانكشن بتاعه كلون. اتفقنا كده؟ في حد مش فاهم اي حاجه من الحاجات دي؟ هيا يا جماعه في حد مش فاهم اي حاجه من الحاجات دي؟ اوكي فخلونا بقى احنا هنمبلمنت الشيب والريكتانجل والسيركل والسكوير. خلونا نمسح الكلام ده كله. اوكي الشيب عموما بابليك لا سوري الشيب ده هيبقى ابستراكت خلاص. وي امبليمنتس دي بقى الحاجه اللي احنا محتاجين نركز فيها شويه. كلونابل ايه حكايه كلونابل دي؟ انتوا المفروض انتوا خدتوا جافا، حد فيكم عنده علم ايه حكايه الكلونابل دي يا جماعه؟ هو ده انترفيس باين هو بالظبط كده زي ما هو ماركب الانترفيس اعتقد ما هو ما فيهوش اي حاجه يعني، بس هو بيخليك تستعمل الميثود كده تقدر تكلون بيها يعني. بالظبط زي ما انت بتقول بالظبط. اكشلي هو انترفيس متعرف زمان خالص في جافا، مش فاكر في جي دي كي 1 ولا حاجه قديمه جدا يعني. الانترفيس ده من الاخر بيخلينا نكلون الاوبجكتس وهكذا. فده اللي احنا هنعمله. الشيب هيبقى بي امبلمنت كلونابل. بعد كده احنا في كل ريكتانجل او كل شيب من الحاجات دي هتلاقونا بننهرت الشيب كلاس دون وبنتعامل بقى. فبس كده. فاللي احنا محتاجين ان احنا نعمل اول حاجه الاي دي، فهتبقى public string id. ثانية واحدة ماشي مش تفرق في حاجة، انا كنت ممكن اعرفه انا زي ما انا عايز. فعملنا ال id وعايزين نعمل ال type بتاعت ال shape. ومن الاخر بعد كده هنعرف معظمها، هنعرف شوية abstract methods بس او شوية حاجات يعني. هو اول حاجة اللي هي ال function بتاعت ماشي. فخلونا هنا كده مثلا نعرف فانكشن لدرو ودي هتبقى ابستراكت او مش هيبقى فيها اي حاجه. وعموما ازاي ريكول ان الفانكشن دي كانت تعرف عندكم في اللاب، هاويفر مش مستعمله في الكود تقريبا يعني حسب ما انا فاكر. بس خلونا نمشي في الكود وهنشوف في حاجه تضرب ولا لا يعني. طيب تمام. بعد كده احنا محتاجين نعرف ايه بقى؟ محتاجين نعرف الفانكشنز بتاعت جيت اي دي وجيت تايب وسيت اي دي. سيت اي دي اللي احنا كنا جيت اي دي اللي هي بنستعملها هنا، وسيت اي دي اللي هي كنا بنستعملها هنا، وجيت تايب دي اللي احنا اكشلي بنستعملها في الـ في الرايت في الرايتنج تيرمينالز يعني، او ان احنا نكتب نعرف التايب بتاع الاوبجكت بتاعنا ايه. فاحنا محتاجين نعرف اول حاجه زي ما قلنا فانكشن اللي هي جيت اي دي، ودي كل الحاجات دي ترجع لي سترينجز عموما. تك سترينج جيت اي دي ماشي. الفانكشن بتاعت جيت اي دي من الاخر هتعمل ايه؟ هتريتيرن لي الاي دي بس كده. هنعمل فانكشن زيها جيت تايب، بعد كده هيبقى عندنا فانكشن ثالثه للسيت اي دي فبابليك برضه. جيت تايب هترجع لي سترينج
هي هترترن لي تايب. وفاينالي الفانكشن بتاعت السيت اي دي، ودي محتاجين نستعملها عشان نسيت الاي دي داون. فنعمل public void id 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 كده الحته اللي احنا كنا بنسيت فيها الاي دي. ماشي ماشي. سيت اي دي دي من الاخر هتاخد ايه؟ هتاخد الاي دي وهتعرف او هتخلي الفاريبل اللي هو الاي دي داون الفاليو بتاعته بالحاجه الجيفن بتاعي. ف this dot id يساوي id. حد معترض يا جماعه على شويه الفانكشنز اللي احنا عملناهم دول؟ من الاخر عملنا فانكشن جيت اي دي وجيت تايب عشان نعرف نبرنت، وسيت اي دي دي الفانكشن اللي هي بتستعمل اصلا في الاوتشر. حد مش فاهم الثلاثه فانكشنز دول؟ اوكي خش بقى على الفانكشن اللي اكشلي ليها معنى في الكلام ده كله، اللي هي الفانكشن بتاعت كلونبل. ودي بتبقى اسمها كلون. دي اللي زي ما زميلنا قال اكشلي الحاجات دي كلها ريليتد للكلونبل انترفيس بتاعي يعني. طيب تمام. اول حاجه احنا بنعمل ايه؟ اوبجكت ماشي كلون يساوي نار. بصوا بقى يا جماعه، هنا كده في حاجه الفانكشن بتاعت كلون دي، لو احنا عايزين نكلون الاوبجكت من الكلونبل انترفيس بنعمل حاجه اسمها سوبر، او يعني الحاجه السهله بالنسبه لنا ان احنا نعمل سوبر دوت كلون. هاويفر دي هتعمل لي مشكله. هل هيعمل لي بالظبط؟ مش عارف هيعمل لي مشكله ولا لا، هو مش مبينها هنا. هاويفر لو جينا نرن حاجه زي دي اكشلي دي بتبقى بروبلم غالبا. فالطريقه الصح ليها ان احنا نحط حاجه زي دي ما بين تراي وكاتش. لو ما عرفش يعمل الكلون يرجع الاوبجكت بتاعي اللي هو غالبا مثلا بيبقى نل. فالصح في سيتويشن زي دون ان انا الفانكشن بتاعت كلون دي لازم احطها ما بين تراي وكاتش. وهنا كده بقول ان الكلون بتاعي يساوي سوبر دوت كلون الكاتش بقى بتاعها هيبقى عباره عن ايه؟ لو الكلون ده نوت سبورتد. ايوه هو ده. ونديله الاي مثلا. في السيتويشن ده احنا محتاجين نبرنت الستاك تريس بتاعته. ستاك تريس. تمام جميل. وبس كده. فده اللي احنا بنعمله. هو معترض هنا ليه؟ بس ميثود معترض. ماشي معترض هنا يا جماعه عشان احنا مش عاملين ايترنال كلون. بس كده. فالحاجه بس اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها مهمه قوي 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 في حته الكلونبل انترفيس، ان احنا لازم نحط الحاجه بتاعتنا ما بين تراي وكاتش. دايما خلوا بالكم من الحته دي وانتم بتعملوا كلوننج للحاجه بتاعتنا. فبس كده. الحاجه اللي احنا محتاجين نعملها بعد كده ايه بقى؟ نعمل كلاس للريكتانجل، ونعمل كلاس للسكوير، ونعمل كلاس للسيركل. وبس ثلاث حاجات المفروض يتنادوا من المين عادي جدا يعني. public كلاس مش هكمل. تمام كويس. الكلاس بتاع الريكتانجل بتاعي التايب بتاعه يساوي ريكتانجل. زعلان ليه؟ اوكي بس محتاجين نعمل حاجه بسيطه. نعمل اكستنس شيء بس برضه لسه زعلان. ماشي هو زعلان بس احنا بس مش عاملين انهيرتنس. بس فاكس هنعمل انهيرتنس دلوقتي. ماشي. فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل ايه؟ نوفر رايت نوفر رايد الكلاس، او سوري نوفر رايد الابستراكت ميثود بتاعتنا اللي هي كانت درو. اوفر رايد وبابليك فويد درو. وهنحط الفانكشن بتاعتنا هنا كده سيستم دوت دوت دوت
friend وهنبرنت له ايه this is the rectangle method. انا الكيبورد بتاعتي بس كده بقى السيل زعلان ليه دون void record java assembly ده المفروض ما يحصلش دي اول حاجه. والطيب دي محتاجه تتعرف مش هنا دي محتاجه تتحط ازاي وليه ليه زعلان اها اوكي احنا معرفين الطيب دي هنا ما ينفعش نعرف حاجه بالمنظر ده فاحنا محتاجين ناخد حاجه زي دي ونحطها في الكونستراكتور بتاعي public rectangle كل اللي هنعمله ننزل ناخد السطر بتاعنا نحطه زي ما هو الثاني فمن الاخر كل اللي احنا عملناه ايه ان احنا عملنا كلاس اسمه rectangle بينهرت الحاجه اللي اسمها شيء وعملنا constructor وسبتنا فيه او عملنا setting فيه للتايب اللي هي كانت private هنا المفروض ما تكونش private ماشي صح كده التايب اللي هي protected بريكتانجل وفي الاخر دخلنا على الفانكشن اللي هي كنا عاملينها ابستراكت فوق عملنا لها اوفررايد وطبعنا جواها بس ان ذيس از الريكتانجل ميثود. دلوقتي بقى كل اللي احنا محتاجين ان احنا محتاجين ناخد الكلام ده كله نكرره مره للسكوير ومره للسيل. فنيجي هنا كده ده هيبقى اسمه سكوير دي خلينا بقى ناخد السكوير ده كابي بس كده احنا خلصنا كلاس السكوير. السكوير بيعمل ايه من الاخر؟ برضه بينهرت الشيب الكونستراكتور كي بتاعته بنسيت التايب بتاعه السكوير وفي الاخر بنوفررايد الفانكشن اللي اسمها دروب ان احنا بنقول ان ذس از السكوير ميثود وهنا كده دي هتبقى السيركل محتاجين ناخد الكلام ده برضه عملنا سيتنج للثلاث حاجات بتوعنا وعرفنا ان التايب بتاعها في سيركل وخلصنا كل حاجه على حسب كلامنا كده او على حسب اللي احنا متخيلينه لو ما طلعناش ايرورز هيطلع لي ايه ان يقول لي شيب ويجيب لي الشيب بتاعه الحاجه اول مره هيطلع لي التايب 1 هو زي ما قلت لكم هي اكشلي فانكشن بتاعه دروما كانت بتستعمل بس ثانيه واحده خلوني ابص على الكود اللي كان عندكم في اللاب هل الفانكشن بتاع درو دي كانت بتستعمل ولا لا الفانكشن دي مش بتتنادى انا حسيت كده بقى طيب فالفانكشن بتاعت الدروب مش بتنادى هاويفر احنا لسه عندنا اللي هي هيجي لنا شيب وهيجي لنا الجيت تايب بتاعها طيب تمام اهم حاجه بس في حد مش فاهم حاجه عموما في الاستراكشر بتاع الكلام دوت مين بينهرت مين ومن الاخر البروتوتايب فين وفين الحته اللي احنا بنكاش فيها وفين الحته اللي احنا بنكلون فيها ها يا جماعه في حد مش فاهم الكلام دوت اوكي اخر حاجه بس محتاجين نرن الكلام ده شوفوا هيشتغل ولا لا تمام كويس فهو اللي عمله لي ايه قال لي السيركل طيب بتاعها سيركل والسكوير ثاني حاجه اللي هو الاي دي بتاع اثنين دوت تعالوا حتى نتاكد هو كده طابع ان اول اي دي سيركل ثاني اي دي سكوير ثالث اي دي ريكتانجل نشوف هنا اول اي دي كان السيركل ثاني اي دي كان السكوير وثالث اي دي كان الريكتانجل بتاعي فبس كده يا جماعه في حد مش فاهم الكلام ده في حد مش فاهم الكلام ده صمت رهيب بصراحه انتوا عملتوا ايه يا جماعه في الكويز يا جماعه انا سمعت ان انتوا كان عندكم كويز يوم السبت بس انا اكشلي لسه ما بصيتش عليه يعني هاو ديد الكويز جو معاكم يعني كان كويس طيب حلو مش الطف حاجه يعني بالنسبه لي انا شخصيا مش الطف حاجه بس تمام يعني مش الطف حاجه من ناحيه ايه انا بس بعرف البلد يعني ايه اللي انت شايفينه مش لطف عشان نحاول نكفر حاجه زي دي قدام يعني المشكله بس ممكن تبقى الاسئله مش واضحه ساعات او يعني يعني هو دايما هو الاسئله نظري ولا معظمه نظري تقريبا كله تقريبا يعني هو الفكره ان هو بيقارن ما بين الباترنز يعني بيلعب على حته هو ده امتى وده مش ولو كده هستعمل ده فساعات لو مش واضحه بتبقى بتتلخبط من الاخر كان كله يوز كيسز يعني هو بس هو يقول لك انت نستعمل
الوردنج تمام طريقه تايبرز كان ما كانش كويس يعني، كان السؤال كان الكلام اللي مستعمل كان ممكن يبقى ليه كذا معنى، فكنت بتلخبط يعني. انا فاهم الحاجات اللي بيسال عليها بس الوردنج نفسه مش واضح هو عايز كده ولا كده، فده اللي خلاني اخلط في الكويز، فبالتالي الوردنج محتاج ان هو يتحسن شويه. طيب تمام، انا هوصل وجهه نظرتي دي للدكتور، هقول لهم ان الكويز كان في شويه اسئله عموما مش واضحه عندهم. انا كيك هعدي على الكويز يعني وين تو دايز ولا حاجه، اشوف انت عملت في ايه وكده يعني. واي ثينك بكره باي ذا واي في حاجه محتاجين نقولها، ان احنا بكره ان شاء الله عندنا سكشن وده اللي هنكفر فيه السكند تايب، وهيبقى الستراكشرال غالبا الستراكشرال، وهيبقى لنا سكشن واحد بعد كده المفروض نكفر فيه البيهيفيرال والمنهج بتاعكم هيبقى خلص. بالظبط يعني. دي اكشن ممكن حاجه تفرحكم يعني، بس ام نوت شور ان هي تفرحكم يعني. هي اذر ذان ذس حاجه وحشه يعني، ان انت هنقعد بقى نراجع يعني، بس طبعا اللي فات ده يعني ولا كانه اتاخد غالبا يعني، لان الاستراكشر برضو خلص بسرعه يعني، او بيخلص بسرعه بنفس يعني ريتم سريع برضو. دكتور خلصت معاكم الاستراكشر ولا لسه؟ هي نزلت لكم اساينمنت كمان باي ذا واي، اساينمنت او ريبورت او حاجه كده يعني. كان ريبورت. الديدلاين بتاعه قريب مش بعيد، يوم 13. هي لسه يوم السبت تقريبا زي الفل. هو السبت ده 13 اعتقد. تقريبا هو كان شبه اللاب اللي احنا بناخده يعني، هو مش صعب يعني. طيب كويس اوكي. دي حاجه كويسه. احنا بكره ان شاء الله هنعدي على الستراكشرال زي ما قلنا. يبقى لي حاجه واحده، ان احنا الاسبوع اللي قبل الميد تيرم ده هيبقى ريفيجن. شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه في الاسبوع ده، او لو انتوا مش عايزين سكشن اصلا عايزين تقعدوا في البيت شايفين ده هيفرق معاكم اكتر، او لو عايزيني اخش يا اما اشرح شويه حاجات يا اما نحل معاكم شويه حاجات، فكروا في الحكايه دي وقولوا لي انتوا لسه قدامكم لحد اخر الاسبوع يعني. اتفقنا؟ تمام اوكي. هو الامتحان المفروض هيبقى شكله ايه اصلا يعني، ام سي كيو ولا؟ بص تصوري من طيب يعني عموما دكتور هدى بتجيب شويه اسئله نظري مش قليلين في الامتحان يعني، والاسئله النظري بيبقى غالبا فيها الالفاظ عنيفه شويه، فانتوا محتاجين تركزوا قوي. بالظبط، تركزوا قوي في الكلمه يعني، عموما الكلمه بتفرق قوي في امتحان الدكتور هدى يعني. ف انا متصور بالصح تصور ان الامتحان هيبقى فيه شويه نظري وهيبقى فيه مسائل ديزاينز عادي يعني، ديزاينز زي اللي احنا بنحلها في الشيت بس. تويش وانت تعمل له الديزاين بتاعه. بالظبط كده، بالظبط زي مسائل الشيت عادي يعني، بس انا ستيل اظن ان الدكتور ممكن تجيب لكم شويه نظري في الميد تيرم برضه. فتنسيب حاجه زي دي يعني. الحاجات دي يعني بتبقى عددها كتير، فتمام يعني هتظبط الدرجات بالنسبه لها يعني، قصدي بالنسبه لها هتظبط كده يعني، بالنسبه لنا احنا ربنا يستر. بالظبط. طيب تمام اوكي يا جماعه. اخر حاجه ما تنسوش بكره ان شاء الله السكشن الثالثه والرابعه. فاخر حاجه بس محتاجه اقولها، في حد مش فاهم اي حاجه في اللي احنا قلناه النهارده، او في اول جزء عموما من الديزاين باترنز او كده، او الكرييشنال عموما بقى مش لازم اللي احنا قلناه النهارده. هو احنا ما كناش خلصنا الكرييشنال كله اساسا في السكشن. كان فاضل لي في مساله ولا قصدك على الشرح؟ الشرح كان فاضل اعتقد البيلدر لسه فاضل الشرح. انا شرحت فيه السنجلتون والابستراكت والفاكتوري. انا عملت كده فعلا. بصوا انا طب يونس، انا بكره اهم حاجه عندي ان انا احل ثلاث مسائل الشيت، هشرح على قد ما اقدر كل اثنين لان الشيت كان ثلاث مسائل. بعد كده اخر ساعه في السكشن هسيبها للحل، بس هوبفلي ان شاء الله الساعه الاولانيه. انا مش متصور ان الكرييشنال بالنسبه لكم هياخد اي مجهود، لان احنا عديناه في البتاع ده وانتم امتحنتوا عليه، فالمفروض ان نعديه بسرعه. اللي ياخد وقت اكتشلي من الستراكشر، لان الستراكشر فيه جزء كبير قوي، فبروبابلي ممكن نقسمه جزء ده الاسبوع ده والجزء الاسبوع اللي جاي اللي قبل الميد تيرم يعني، او ممكن اعمل لكم فيديو عنه ورايح نفسي يعني. تمام. طيب هو الميد تيرم داخل لحد فين اساسا؟ انا حضرتك ما تعرفش. لحد الستراكشر المفروض. اوكي تمام شكرا. لحد انتوا مش عارف تخلصوا الستراكشر ولا لسه، بس غالبا تخلصوه يعني. فالحد اخر ما الدكتور ادت معاكم بروبابلي الاسبوع ده، انا مش متصور ان هي دي محاضره قوي الاسبوع اللي جاي، بس خلونا اسالها واكد عليكم في الحاجات دي برضو. اوكي خلاص تمام ماشي يا دكتور.
ممكن تبعت لنا حاجه؟ ممكن تبعت لنا سلايدز السيكشن. وانا ما بعتهاش. اما بعت وانا ما بعتهاش سلايدز اول سيكشن بس. بعت لكم اول سيكشن. طيب حاضر انا خلص معاكم وابعتها دلوقتي المعتصم حالا. اوكي شكرا جدا. فانا على يا جماعه في حد عايز حاجه ثانيه يا جماعه؟ اوكي يا جماعه this is it لللاب داون عموما وربنا معاكم ان شاء الله في اللي جاي. شكرا يا باشمهندس. على ايه ماشي.